من الرجل اليوم وفيما صدق؟ طيب الشخصية اليوم من السادات الأئمة أهل الهدى والعلم من الرجال الذين صدقوا شخصية من أرض العراق الشقيق، سوف نحلق ونتقافز بين البلدان حتى نضع الرحال في أرض العراق. وشخصية اليوم شخصية أنا وجدت صعوبة في الإلمام بأطرافها وفي تلخيصها في دقائق معدودة لتقديمها إلى السادة المشاهدين. ليه؟ لأنه كان شخص صاحب مواهب متباعدة وغريبة، وكان صاحب فنون، وكان صاحب عجائب وطرائف. شخصية اليوم شخصية الملا عثمان الموصلي. ملا عثمان الموصلي عجيب الشأن، لأنه حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وعكف على تلقينه وتلاوته وتحفيظه إلى أن مات، وحفظ صحيح البخاري في الحديث وظل يقرأه ويقرئه إلى أن مات، ودرس العلوم الشرعية وتمكن فيها، وكان له منحى مبتكر في المديح، في مديح الجناب النبوي، فكان منشدا ومبتهلا، بل كان موسيقيا، بل يعد من المبتكرين في فنون الأداء الموسيقي. ولذلك أنا بدأت ألخص شخصية اليوم من هؤلاء الرجال، فقلت فيه الشيخ قراء العراق في القرآن الكريم، وشيخ مادحي الجناب النبوي، وأحد مؤرخي الأزهر العلامة الرحالة الأديب الشيخ الملا عثمان ابن الحاج عبد الله المولوي الموصلي. ولد هذا الإمام الجليل الشأن الموهوب صاحب العجائب في موهبته كما سيتبين بعد شوية، ولد في الموصل في العراق 1271 هجري، ففقد بصره صغيرا، يعني كمان سلبه الله العينين والبصر، فهو من ذوي القدرات الخاصة اللي فكرنا بالمبدعين من ذوي المواهب. والأستاذ أحمد الشرباصي عمل كتاب عجيب في مجلدين اسمه في عالم المكفوفين. أنا أوصي كل واحد من السادة المشاهدين الكرام يفتح حالا ويدور ويشوف هذا الكتاب، يجد فيه حشد عجيب من أصحاب المواهب الخارقة والعجائب والفنون ممن فقدوا نعمة البصر، فعوضهم الله بمواهب فائقة. الكتاب ده من أعجب ما قرأت في الحقيقة، في عالم المكفوفين، جزئين كبار، مجلدين كبار، رصد فيه أعيان من فقدوا بصرهم إلى جيل المعاصرين الذين أدركهم. هل ربما فقدان البصر يعني كما يقال في بعض التقديرات أنه بيستثير باقي حواس الجسم وبيستنهضها؟ بيستنفر، وليس فقد البصر فقط، بل كل نعمة من الحواس يفقدها الإنسان تعوض بموهبة في المقابل. ولذلك كل أبناء مصر الكرام، ده شيء علمي ولا قناعة دينية ولا يعني اعتبار كده من تجربتنا مع الحق عز وجل كبشر؟ لا، أنا شفت الشواهد من كل هذه الأمور علما وديانة ورصدا تاريخيا، وكانوا يقولوا كل من فقد حاسة من الحواس جبار في موهبته، كل من فقد حاسة من الحواس. ويكفي إنه سيدة زي هيلين كيلر اللي فقدت السمع والبصر والنطق، ثم بعد ذلك تبرز مواهبها وتتقن لغات، إلى أن قابلت الدكتور طه حسين هنا في مصر وكرمها الرئيس الأمريكي، وصارت رمز من رموز العالم، وأنجزت عدة رسائل ماجستير ودكتوراه، صارت من كبار شخصيات العالم وهي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. نعم. طيب، هل حفظ القرآن الكريم وبالقراءات العشر، هل ده كان جسر إلى الموسيقى؟ ربما كان كذلك، لأنه القرآن الكريم يعلم قارئه تمييز المقامات، وتمييز المقامات مش صنعة موسيقى ولا هي طرف، بل إن كل معنى من المعاني يحمل على مقام من مقامات الأداء يبرزه ويبلوره. يعني إذا كان المضمون الموجود في الكلام في النص القرآني وفي عبارات القرآن، إذا كان المضمون فيه بشارة بجنات النعيم فلا يتلى بمقام حزن، إذا كان المقام مقام ترهيب وزجر فلا يتلى بمقام مفرح، لأن القارئ سيشعر بالتناقض. الكلمات بتعطي طاقة الأنس والبشر، بس أنت جايبه بمقام حزين صبا. الآيات العبارات القرآنية فيها مقام زجر ووعيد من الحق جل جلاله، بس أنت تسوقها بمقام طرب.
الصنعة بتصقل عند الإنسان إحساس بالكلام. يعني أزعم أن أداء القرآن الكريم وفق هذه المقامات الصوتية، المقامات اللي هي الأسلوب الذي نبغ فيه الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري ومحمود علي البنا وعبد مصطفى الباسط اسماعيل. ومصطفى إسماعيل أستاذ هذا الفن، ده هو أكبر من نبغ فيه مقامات الأداء الصوتية. المقامات دي كأنها تفسير مبكر للقرآن الكريم، تبرز المعنى بعمق. على كل حال، عشان ارجع جري لملا عثمان، لما انا حضرتك فقط الملة دي درجة علمية او مسمى؟ انا كتبت كتاب مستقل في كلمة ملا، اسمه سميته امداد المولى في ضبط كلمة الملا، والبعض يقول الملا بضم الميم والبعض يقول الملا، وكان الامام شهاب الدين الالوسي يضبطها بفتح الميم ويقول فاحفظ وبالفتح تلفظ الملا، ويقول انها نحتت من قولهم من لا نظير له، من لا نظير له، شالوا مدغمة. كلمة نظير له، ومن لا بقت الملا أو المنلا. والبعض يرى الضم كما صنع محمد بن خليل المرادي في كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، كتبت فيها كتاب مستقل، يعني بمثابة الأستاذ أو العالم أو الشيخ أو ما بلغة أشبه. جانب من أهل العراق. شمال العراق، نعم. الأستاذ الكبير الشيخ الملا عثمان الموصلي لما فقد بصره صغيرا وتوفي أبوه وهو في سن السابعة، تعهده بالرعاية محمود أفندي العمري فأخذه إلى بيته وخصص له من يحفظه القرآن الكريم، فحفظه حفظا متقنا، وحفظ السيرة النبوية وأطراف من الأحاديث وجوانب من الشعر، ثم رتب له من يدربه على اللحن والإيقاع والموسيقى لما حباه الله به من صوت بديع. ثم بعد ذلك جاء إلى الأزهر، فكانت صفحة أخرى من حياة هذا الإمام.